باتيلي التدخلات الخارجية برداءة الوضع الاقتصادي، وماذا يقصد بالممارسات الاقتصادية الضارة، ولصالح من تأتي هذه الممارسات، ولماذا كان التصور الأممي بأن الوضع متفاقم بشكل حاد، وما وجاهة حديثه عن الغضب الشعبي من قرار الضريبة وتقييد الوصول إلى منظومة مبيعات النقد الأجنبي وانخفاض قيمة الدينار في السوق الموازية، وما الأسباب الجذرية، وهل حلولها واقعية، ومن الأكثر مسؤولية عن رداءة الوضع المعيشي ووصول البلاد إلى هذا المستوى من التأزيم؟ نناقش هذا الموضوع ونبحث عن إجابات لكل هذه الأسئلة في حوارية الليلة. قبل ذلك نرحب بضيوفنا عبر سكايب. سيكون معنا رجل الأعمال حسني بي، وعبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، ومن طرابلس الخبير الاقتصادي أبو بكر الطور. أهلا بكم ضيوفنا جميعا في حوارية الليلة. وأبدأ معك سيد أبو بكر، وسؤالي كيف نفهم ربط المبعوث الأممي للتدخل الخارجي برداءة الوضع الاقتصادي المواطن؟ كيف أثر هذا التدخل الخارجي على الوضع المعيشي للمواطن؟ لأن المسافة للوهلة الأولى تبدو بعيدة يعني، لكن أن يذهب المبعوث الأممي لهذا الرابط بهذه المباشرة مسألة تستدعي التساؤل وربما التحليل. نعم سيد أبو بكر في الاستماع. أولا التحية لك ولضيفك الكريمين وإلى المشاهد الكريم. أما بخصوص التصريحات التي صار قام بتصريح بها السيد باتيلي، أعتقد أن يعني يجانبه الصواب في كثير من تساؤلاته وفي كثير من 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 اعتراضاته على الوضع الاقتصادي المتدني في ليبيا، وذلك لعدة أسباب. السبب الرئيسي هو استمرار الهياكل المتحكمة في القرار في ليبيا، وأيضا تفشي الفساد، وأيضا ازدياد عمليات التهريب الممنهجة من خلال الحدود الليبية ومن خلال حتى البحر. كل هذه الأشياء تساعد على تأزيم الموقف الأمني وتساعد على انتشار الفساد من خلال عصابات ممنهجة، عصابات لديها علاقات دولية كما أشار باتيلي، الذين يريدون لليبيا عدم الاستقرار والاستمرار في هذه الأزمة. هذا فيما يخص لكن أستاذ أبو بكر، المبعوث الأممي ذهب مباشرة لربط رداءة الوضع المعيشي المواطن بالتدخلات الخارجية، واسمح لي هنا أن أقتبس من كلمته تحديدا، قال بأن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا لأن ليبيا تعد فريسة للتدخلات الخارجية بسبب سوء الإدارة من القادة الحاليين الذين لا يكترثون لمصالح الشعب الليبي. وهذا القول جاء في سياق حديثه عن رداءة الوضع المعيشي للمواطن الليبي. سيد أبو بكر السؤال لك. صوتك يا أستاذ سعيد، يا أستاذ خالد، الفقرة الأخيرة غير مسموعة يعني لدي. طيب إذا كان هل تعود لي أو نكتفي بما سمعت يعني. لا سأعيد لك، أنا نقلت لك اقتباس من كلمة المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي عندما قال الوضع الاقتصادي يزداد سوءا لأن ليبيا تعد فريسة للتدخلات الخارجية بسبب سوء الإدارة من القادة الحاليين الذين لا يكترثون لمصالح الشعب الليبي. وهذا التعبير على وجه الدقة جاء في سياق وصفه للوضع المعيشي المتردي للمواطن الليبي. يعني الحقيقة نحاول كيف نجاوب على الأقل الجزئية التي استمعت إليها. فيما يخص أن الناس المسؤولين أو الأجهزة المسؤولة على إدارة الدولة في ليبيا رغم انقسامها، جميعهم الحقيقة لا يهتمون بمصلحة المواطن ولكن يهتمون بمصالحهم الشخصية، وهذا السبب الذي أثر على موقفه
في عدم يعني عدم إدارة الموقف في ليبيا نتيجة ل يعني ذهاب المسؤولين إلى مصالحهم الشخصية وترك المواطن تنهشه القرارات وتنهشه القوانين الجائرة التي تحرمه من العيش الكريم. طيب دكتور عطية، التصور الأممي حسب كلمة باتيلي للوضع الاقتصادي بأنه متفاقم نحو السوء بشكل حاد، لكن على عكس هذا تأتي رؤية بعض المسؤولين في الدولة الليبية على أن الوضع الاقتصادي في البلد جيد جدا. وهنا يأتي السؤال، لماذا تبدو هذه النظرة المتناقضة بين تصورات المبعوث الأممي وتصورات هؤلاء المسؤولين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي في ليبيا جيد جدا؟ أهلا وسهلا بك وبالضيوف وبالمشاهدين الكرام. الحقيقة الوضع الاقتصادي في ليبيا صحيح متردي وغير جيد يعني على أي حال، وأن هناك تدخلات من الخارج في الشأن الليبي خاصة في المجال الاقتصادي نحن نحكم على أي حال. لما نشوف مثلا محافظ المصرف المركزي، من هو الذي وراء محافظ المصرف المركزي؟ محافظ المصرف المركزي وراها القوى من الخارج، قوى أمومية من الخارج هي اللي تدعمه واللي معترفة به واللي كل شيء، بالرغم من أن مجلس النواب أقال ولكن لم يكترث بهذه الإقالة لأنه مدعوم من الخارج. ثم نجو شوفوا بلكي هو رجل كويس، يعني السيد المحافظ يسوق القطاع النقدي من سيء إلى أسوأ. بدأ بفرض ضريبة في 2019 ثم تلاها بتخفيض قيمة الدينار في 2021، والآن اقترح ضريبة 27%، وأكيد حيلحقها بتخفيض قيمة الدينار مرة ثانية. لا سيولة غير موجودة، بالرغم أنه في كل مرة يقول أن السيولة حتتوفر، يقول أن استقرار الدينار حيستقر. لا استقر الدينار ولا توفرت السيولة ولا شعر المواطنين بأي ارتياح. من وراء هذا؟ وراها القوى الأجنبية يعني الخارج. لما نجول الحكومة أيضا، الحكومة من هو وراء دبيبة؟ ما هو مجلس النواب سحب الثقة منها؟ لماذا لم يغادر؟ لأن وراها قوى أجنبية. ماذا فعل السيد دبيبة للاقتصاد الليبي؟ السيد دكتور عطية اسمح لي يعني فقط، السيد المحافظ برر كل هذه الإجراءات بالوضع الاقتصادي السيء في البلد، وهذا توجه أو تصور يتفق مع تصور البعثة الأممية بحسب ما جاء في كلمة السيد باتيلي عندما قال بأن الوضع الاقتصادي متفاقم نحو السوء بشكل حاد، لكنه يتناقض مع رؤية مسؤولين آخرين في الدولة الليبية. اليوم نود أن نفهم أي من هذه الرؤى أقرب إلى الواقع؟ هل نعيش في ليبيا وضع اقتصادي سيء ومتفاقم نحو السوء بشكل حاد، أم أننا نعيش في وضع اقتصادي جيد جدا؟ نحن أنا تكلمت على هذا الموضوع الآن يعني، وقلت لك أن الوضع الآن هو وضع سيء، يعني بدليل أن المسؤولين من وراهم كل قوى أجنبية، وراهم الأجانب وراهم الأمم المتحدة ومبعوثين الأمم المتحدة يعني، ولم يحققوا أي منهم شيء. وقلت لك أنا المحافظ لم يحقق أي شيء إيجابي للمجتمع الليبي سواء في المجال النقدي أو غيره، وتكلمت على الضريبة اللي دارها في 2019 ثم تلاها بتخفيض قيمة الدينار الليبي 70% في 2021، ثم الآن فرض ضريبة 27% على الدينار الليبي، على الدولار، ورفع قيمة الدولار، وأنا متأكد أنه في النهاية حيخفض قيمة الدينار الليبي. دبيبة أيضا يصرف يمينا وشمالا دون أي اكتراث، دون ميزانية، ما عندهش حتى ميزانية، لم يقدم ميزانية لمجلس النواب. لماذا لم يقدم دبيبة ميزانية لمجلس النواب؟ لماذا لم يستقيل لما سحبت منه الثقة؟ هذا يعني كلهم مستندين على
على على على الخارج. طيب دكتور، طيب الاقتصاد الليبي، الاقتصاد الليبي سنأتي للتفاصيل يا دكتور، فقط ابقى معي لو تسمح لي. لكن الناس تشحت يعني. تمام، واضح تماما. سيد حسني بي أرحب بك أيضا وأسأل الآن إزاء حالة التناقض الآن في تقييمات الوضع الاقتصادي في ليبيا، في كلمة قبل أن أدخل معك في أو أذهب معك إلى سؤالي، ترى بأن الوضع الاقتصادي في ليبيا جيد جدا أم أنه متفاقم بشكل حاد نحو السوء؟ مساء الخير أولا قبل كل شيء، خلينا نقول أن الاثنين واقع. يعني نقدر نقول أن المقاومات الليبية أو المقاومات الاقتصادية الليبية ممتازة جدا. اليوم نحن دخلنا اليوم من النفط 110 مليون دولار كل صبح. احتياطياتنا خلال السنة الأخيرة زادت ب 6 مليار دينار. الميزانية العامة يعني فيها فائض حتى ولو بسيط جدا السنة اللي فاتت، ولكن كثير خلال الربع الأول من هذه السنة. فكل من يقرأ هذه المؤشرات طبعا يقول الوضع ممتاز جدا، ولكن في الواقع ما هو كذلك، لأن إدارة الشؤون الاقتصادية في ليبيا للأسف شديد سيئة، مما أنتجت الوضع المتأزم والأزمة اللي نحن عايشين. قبل الحديث عن الأسباب سيد حسني بي، لماذا تعتقد بأن الوضع في الواقع مخالف للوضع نظريا؟ لأن أولا قبل كل شيء فجعنا لما شفنا في شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر أسعار النفط تنخفض على 80 دولار، والكلام كله كان يقول على أساس أن الأسعار تاع النفط حتستمر في الانخفاض، ولكن لم يكن هذا الحال. اليوم أسعار النفط قاعدين يتكلموا في 90 دولار، معناته أكثر حتى من السنة، معدل السنة اللي فاتت اللي كان على مدار السنة تقريبا 82 دولار و40. نحن اليوم المعدل تاعنا تجاوز ال 84 دولار، وصلنا الأيام هذه إلى 90 دولار. فالمفروض أن التخطيط الطويل المدى يعتمد على بيانات حتى هي طويلة. يعني لما نحن نأخذ في الاعتبار مثلا خلال العشر سنوات الأخيرة من هذه الفترة، واللي هي تمثل جزء كبير جدا، يعني عشر سنوات راهي ربع فترة حكم معمر القذافي، عشر سنوات، نجد أن معدل النفط كان تسعيرته في 71 دولار. مفروض أن كل شيء يكون مبني على 71 دولار أقل تقدير، وبعدين يتعدل من سنة لسنة. ولكن نحن ماشيين بثقافة أن الاحتياطيات بالعملة الأجنبية قوة، والحقيقة هذه ما هيش حقيقة. الاحتياطيات بالعملة الأجنبية لا تمثل لا قوة اقتصادية ولا تمثل فعلا قوة الدينار الليبي. طيب السيد حسني بي، خلينا أيضا نأتي للتفاصيل في بعد قليل، لكن أنا الآن حتى مبلور ما قلته أنت على الأقل حسب فهمي. أنت كأنك تقول بأن الوضع الاقتصادي للبلد جيد جدا فعلا، لكن الوضع المعيشي للمواطن الليبي سيء جدا. إدارة الموارد سيئة جدا. الإنفاق العام، طرق الإنفاق، يعني نحن عندنا أكثر من 75% من الإنفاق العام هو إنفاق استهلاكي، 45% منه ماشي للدعم أسف شديد، اللي كلنا نحاول نتفادى هذا الملف. 30% منه ماشي لمرتبات، منها كثيرة مرتبات وهمية، منها كثيرة ازدواجية مرتبات، منها كثيرة مصروفات لا 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 هدف منها. الميزانية التنموية حتى إن وجدت عادة تعطى لشركات أجنبية مصرية تركية من جميع العالم، فبالتالي لا تسهم حتى لو كانت هي العضل الأساسي للنمو، لا تسهم بأي شيء، لأن كلها شركات أجنبية. المكون الليبي فيها بسيط جدا، ما تعلمناش شيء من الماضي، لا تعلمنا من 40 سنة تاعنا نحن، ولا تعلمنا من الآخرين اللي هم سبقونا مثل السعوديين والقطريين والإماراتيين والكويتيين وغيرهم والعمانيين وغيرهم، اللي هم عطوا أولية للقطاع الخاص الليبي. نحن ما زلنا نبغى نديروا كل شيء من خلال شركات عامة ليبية، نحن ما زلنا نبغى نديروا كل شيء من خلال موظفين عامين ليبيين يستخدموا هم ويخبروا الشركات اللي هم يشتغلوا فيها.
وللاسف شديد هذا هذه الحقيقه بتاعنا، الحقيقه بتاعنا هي في المنظومه. طيب سيد حسني ابقى معي قليلا، انت الان اعطيتنا تصور نهائي للاسباب ربما وتقييم ينفع يكون خاتمه للحلقه، لكن احنا نود ان ناخذ الامور بالتدرج ونفهمه بالتفصيل. الان تقييم عندما تقول اداره الموارد الماليه للدوله الليبيه هي ما تجعل التوقعات بان الوضع الاقتصادي في ليبيا يتجه نحو الأسوأ وان حتى الان في وضع سيء. أنا سأسأل الدكتور عطية ريثما يعود معنا الأستاذ أبو بكر الطور اللي فقدنا الاتصال معه. دكتور عطية، ما الذي اختلف في مسألة إدارة الموارد المالية بين السابق وبين اليوم حتى نقول بأن طريقة إدارة هذه الموارد المالية للدولة الليبية هي ما أدت إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يتجه نحو الأسوأ؟ هو اولا اداره الموارد الماليه باش تكون جيده واداره جيده، اولا لازم يكون المسؤولين عليها يفهموا الامور الماليه، هذه رقم واحد طبعا. ثانيا يجب ان يكون هناك اطار معين يعني للمصروفات والايرادات، يعني لازم تكون هناك ميزانيه معتمده من السلطه التشريعيه، يعني فيها ايرادات ومصادر الايرادات، فيها المصروفات حسب ابواب الميزانيه. عند ذلك لما تقرر الميزانية من قبل السلطة التشريعية يجب على الحكومة أن تلتزم بها وتصرف في حسب كل باب، يعني كم مخصص لها حسب إنفاق الأبواب وعلى البنود اللي موجودة في الأبواب يعني على أي حال. لكن نحن لما نقول الأمور المالية متردية لأن ما فيش ميزانية معتمدة، لأن ما فيش ميزانية أصلا، في ترتيبات مالية والترتيبات المالية لا تطبق. يعني هل السيد رئيس الحكومة في طرابلس؟ طيب الميزانية غايبة دكتور من سنوات، في حدودها ما الذي تغير؟ واحد على 12 هذا كلام فارغ طبعا. الدكتور الميزانية غايبة من سنوات، نعم. وبالتالي ما الذي تغير حتى يصبح؟ أنا ما نسمعش كويس دكتور. أنا سألتك الميزانية غايبة من سنوات والإنفاق قبل سنة مثلا كان إنفاق في إطار لا يستدعي الترشيد، لا يستدعي التحذيرات، ما الذي اختلف الآن؟ لا يمكن أن نقول بأن غياب الميزانية هو السبب الأساسي، لأن غياب الميزانية السنة الماضية مثلا كان أمر واقع موجود، والسنة قبلها أيضا كان أمر واقع موجود، ولم تكن هناك مثل هذه التحذيرات اللي موجودة اليوم. هو تردي مش بس في السنوات الأخيرة، هذه فعلا التردي من زمان، تردي من 2015 يعني مش الآن بس، ولكن زاد مستوى التردي الآن، زاد في السنوات الأخيرة هاي، لأن الصرف كان غير مرشد على الإطلاق، ونحن نشوف فيه صرف، يعني كيف تصرف مئات الملايين من الدينارات على أمور شخصية، كيف أن رئيس الوزراء يقرر شخصيا يعني حسب هواه بدون ما يستشير مجلس الوزراء، بدون ما يستشير أو يأخذ قرار معين، هذه كلها موجودة الآن. يعني أكثر فساد الآن من أي وقت مضى، هذا لا يعني أن ما كانش فيه فساد، كان فيه فساد، ولكن الفساد اشتشر الآن، في فساد غير عادي، يعني الآن في إنفاق غير عادي غير مرشد، إنفاق كله يعني في الهواء. طيب. لا مردود له على المواطن ولا على المجتمع. واضح ولا دكتور. على ليبيا واضح. في جزء كبير من هذا الإنفاق غير مرشد، وكون نحن مثلا أن عندنا ميزانية متوازنة ولا عندنا كذا، هذا ليس دليل على ان واضح تماما دكتور. وضحت الفكرة. ابقى معي دكتور. كبيرة زائدة. واسمح لي نذهب للاستاذ ابو بكر الدكتور اللي عاد معنا الان. نعم استاذ ابو بكر، اليوم ما هي الشواهد تحديدا التي يمكن ان نقدمها حتى نستنتج ان ادارة الموارد المالية في ليبيا اختلفت في الوقت الحاضر عما كان عليه الوضع قبل سنوات، حتى قبل 2011 عندما كانت الدولة تحت حكم نظام القذافي؟ ما الذي تغير تقريبا؟ يعني ماليا الدولة تدار بنفس الطريقة منذ أكثر من 50 سنة. أستاذ أبو بكر. نعم أنا معك. الحقيقة يعني الاختلاف الذي حصل بعد مثلا 2011
وراجع. بالنسبة لي قبل 2011 كانت هناك إدارة جيدة وكانت هناك قبضة يعني قضائية وقبضة أمنية لا تسمح بحدوث كل هذه الاختلالات في كذلك اختلاف الشخصيات والناس الذين يقومون بإدارة وخاصة إدارة السياسة النقدية المتعلقة بالمصرف. لا لحظة خليني نقف معك واحدة واحدة أستاذ أبو بكر. كانت في إدارة مالية جيدة قبل 2011، هذا يعني أن انعكاس هذه الإدارة الجيدة سيكون موجود على الواقع الليبي قبل 2011. قبل 2011 كما هو الحال بعد 2011، لا توجد تنمية حقيقية في البلد. الواقع الحال في ليبيا أنها تعيش في ظروف بنى تحتية وخدمات على مستوى التعليم على مستوى الصحة تقريبا أسوأ حتى ما كانت تعيش في السبعينات والستينات، وبالتالي أنا لا أجد بأن هذا يعني كان كلام مرسل يا أستاذ أبو بكر بهذا الشكل. أعطيني شواهد محددة كيف كانت تدار الموارد قبل 2011 بشكل فيه إدارة رشيدة، وأين نتائج هذه الإدارة الرشيدة قبل وبعد؟ بالنسبة لي قبل أحب أن ننوه أنا ليست هناك يعني أمور يعني موجهة أو غيرها. الحقيقة بالنسبة لي للوضع قبل 2011 كانت هناك إدارة، نقصد الإدارة الوسطى وليس أصحاب القرار. صاحب القرار كان معروف، شخصية معينة معروفة للجميع، وهو المتحكم في الأرصدة ومتحكم في نظام التحويل ومتحكم في التنمية ومتحكم، ولكن الحقيقة أنا يعني أشير هنا إلى الإدارة الوسطى، إدارة ما فيهاش الفساد اللي موجود حاليا. هناك أولا الفساد إذا كانت بينا ننتقل بحيث أن نقارن لما بعد 2011. لا 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 مش مسألة مقارنة أستاذ أبو بكر، لكن إذا كنت تقصد بحديثك يعني وجود بيروقراطية إدارية في تنفيذ السياسات المالية قبل 2011 فهذه مسألة متفقين فيها، لكن هل السياسات المالية نفسها قبل 2011 كانت مجدية لصالح المواطن أو لصالح الاقتصاد الليبي بحيث أنها أنتجت قيمة مضافة، راكمت وضع اقتصادي متقدم أو على الأقل في حالة نهضة؟ لا توجد أي شواهد. واسمح لي أن أذهب للسيد حسني بي بنفس التساؤل، يعني إحنا كأننا نعيش إشكالية اقتصادية مستمرة من أكثر من 50 سنة، وعندما نأتي لمناقشتها اليوم نناقشها قياسا للأحداث اليومية أو الأسبوعية اللي يعيشها البلد، وبالتالي نجد أنفسنا عالقين في داخل رؤية محدودة. سيد حسني بي شكرا. أولا يعني أنا أفضل أن نحن ننسى الماضي ونتركه للمؤرخ والقاضي، ولكن باختصار مشكلتنا ثقافية وما نحن به اليوم هو نتيجة لأخطاء الماضي. أبدأ من الزحف في 78، قلب معايير الإنسانية في 78، الأزمات اللي نحن مرينا بها ما قبل 2011 كانت كثيرة جدا. نعم صحيح كان في تحسن في 2004-2005 ولغاية 2011 كان فيه وضع ممتاز جدا في 2012 و13 و14 في ليبيا، وبعتيلي بدأ الانقسام السياسي وعدم قبول الانتخابات. لكن خلينا نحن في اليوم أعتقد أن نحن لو نرجع ونتم ونقولوا شو صار في الماضي، الحاضر هو نتيجة للماضي، الحاضر هو نتيجة لتشجيع القبلية، نتيجة لتشجيع الجهوية، نتيجة لتكوين دوائر محدودة كتائب ما كتائب، وهذا كله حصل. لا هو السيد حسني بي العودة للماضي ليس بغاية البحث في الماضي، وإنما مسألة أن ما قادنا للعودة للماضي هو الحديث على أن فيه مشكلة اليوم في السياسات المالية وأنها مشكلة حديثة، يعني ليست مشكلة مستمرة. حتى في حاطة المبعوث سيد حسني بي يقول بأن الممارسات الاقتصادية والمالية الضارة، وصفها بالضارة، تؤثر على البلد بأكمله وتمكن أطراف ليبيا من إبقاء الوضع على ما هو عليه، وكأن الرجل لا يعرف بأن هذه الممارسات المالية الضارة هي عادات إدارية ومالية موجودة في الدولة الليبية منذ عقود،
وبالتالي رجل كان هو عنده رؤية محدودة مرتبطة بالمرحلة اللي عامل فيها داخل ليبيا. بالنسبة لبتيلي، أولا قبل ما ننشل بتيلي، أنا سمعت الدكتور يتكلم على المؤامرة وبأن هذا جايب الإنجليز وهذاك جايبين الأمريكان، هذا كله نظرية المؤامرة، هذه سبب فشلنا نحن كلنا كعرب كمسلمين أننا نؤمن بحاجة اسمها مؤامرة. الكبير والمحافظ موجود في ليبيا بإرادة ليبية، لكن هذا كلام بتيلي أيضا سيد حسني بي، مسألة التدخلات الخارجية يمكن أن تؤخذ في صيغة الدول الكبرى لا يهمها لا الكبير ولا الصغير. شفنا شن صار لما كنا نقولوا أن يهم مصطفى صنع الله، في خمس دقائق مصطفى صنع الله عدى وانتسى، ماشي. شكلنا مصايبنا أزماتنا فشلنا فشل صناعة ليبية 100%. كونا بعتقدي في ظروف أجنبية تبي تستغل الفشل بتاعنا، طبعا كل واحد حيستغلك لما أنت فشل، ولكن هو فشل ليبي. لا يوجد حد يدعم في الكبير ولا يوجد حد يدعم في عيط والزعيط وإلا في دبيبة. في حاجة في العالم كله، وعندنا حتى في القانون الليبي حاجة اسمها الموظف الفعلي. من هو الموظف الفعلي؟ الموظف اللي مقعمس في المكتب بتاعه ويصدر في قرارات ويوقع في قرارات، وهذه القرارات تنفذ بطريقة أخرى. طيب ما هي التدخلات الخارجية اللي تحدث عنها المبعوث الأممي وقال بأنها تؤثر على الوضع الاقتصادي؟ احنا نعرف في السابق بأن في تدخلات خارجية، على الأقل فيما هو مطروح طيلة السنوات الماضية، أن في تدخلات خارجية تؤثر على الوضع السياسي، لكن اليوم أن يخرج المبعوث الأممي ويقول بأن هناك تدخلات خارجية تؤثر على الوضع الاقتصادي، فهذه جديدة سيد حسني. أعتقد ممكن أنا ما فهمتش البيان نتاع بتيلي. قال بتيلي بأن في مسارات أخرى لا دخل للأمم المتحدة لها، وأشار أعتقد حتى لمصر، ماشي. وطبعا نحن عارفين كله أن الملوك والأمراء والديكتاتوريات العربية بأنواعها لا تريد حاجة اسمها ديمقراطية في أي دولة عربية، فبالتالي هم المسارات ما ندير فين المسارات، وين هن المسارات؟ المسارات في الإمارات، في قطر، في 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 مصر، في المغرب، كلهن هذين أنظمة وراثية، يعني ما يبوش ديمقراطية، هذول ما يبوش ديمقراطية، فبالتالي يحاولوا بقدر ما يمكن إن هم يقسموا يشتتوا المجهود. بالنسبة للأمم المتحدة عملها بسيط جدا، هو عمل توافقي. الأمم المتحدة ليست عصا سحرية ولا عندها قوات بس هي تفرض وضع معين، ولا تقدر تفرض على الليبيين شيء هم ما يبوش. إذا نحن الليبيين نبغى نقعدوا شرق وغرب ونبغى نقعدوا حكومتين ونبغى نقعدوا جيشين ونبغى نقعدوا مصرفين مركزيين ونبغى نقعدوا سلطتين تشريعيتين، ما حدش يقدر يفرض علينا نحن نقدروا لازم نكون واحد. هذه لازم نشيلوها من أفكارنا. فبالتالي اللوم على الأجنبي أعتقد أنه هو أكبر فشل فينا. لو نحن نقوله ونعترفوا بحقيقتنا بأن اللي هم اليوم موجودين في المشهد هم قابلين بالأمر الواقع، لأن هذا من مصلحتهم الأمر الواقع، هم مبسوطين باللي هو قائم، ما يبوش التغيير، ما فيش حد من اللي موجود، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء بشري. أنا مش قاعد نقول أن نتكلم على ناس مثاليين، قاعدين نقولوا ان من طبيعه البشر ان حتى بواب المدرسه لما جيت تيلا من 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 شغله البواب يزعل. يا بالك تجي الواحد رئيس حكومه ولا رئيس مؤسسه ولا رئيس شركه ولا رئيس اي شيء ان كان، فهو يقول لك انا وبعض. طيب لو سلمنا، وفي عجاله سيد حسني، لو سلمنا بان فعلا فيه تدخلات خارجيه بغض النظر على الاطراف اللي سميتها صحه ذلك من عدمه، لكن لو سلمنا بان هذه التدخلات الخارجيه هدفها هو افشال وجود دوله ليبيه ديمقراطيه في المنطقه، نعم الا يكون الاجدى بالنسبه لهذه الاطراف سيد حسني بي، الاجدى لها أن تكون حاضرة في الملعب السياسي لتحقيق أهدافها؟ لماذا تتمدد إلى المستوى الاقتصادي لتحقيق هذه الغاية؟ وين النقطة الجوهرية في هذه المسألة؟ لا أعتقد أن في أي تدخل أجنبي
في الاقتصاد، ان الواحد يقول والله هذا وراه فلان وهذا وراه دولة كذا، هذا كله أوهام وهذا كله فشل فينا نحن اليوم. لكن هذا ما يقول المبعوث الأممي يا سيد حسني باي. نعم، هذا ما يقوله المبعوث الأممي. أنا ما سمعتش قاله، أنتوا قلتوا قاله، أنا سمعت أنه قال على الاجتماعات الجانبية اللي تدار وبرامج إصلاح سياسي و طيب 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 مش من ضمن برنامج الأمم المتحدة. طيب أنا سأعيد قراءة الاقتباس ثم أنتقل للدكتور عطية. الرجل قال بأن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا في ليبيا، يزداد سوءا لأن ليبيا تعد فريسة للتدخلات الخارجية بسبب سوء الإدارة من القادة الحاليين الذين لا يكترثون لمصالح الشعب الليبي. هذا قال في معرض ال هذا قال. طيب دكتور عطية، بغض النظر الآن عن مصدر هذه الممارسات الضارة التي يتحدث عنها باتيلي، ما هي تلك الممارسات الضارة، الممارسات الاقتصادية الآن نبحث، التي يتحدث عنها باتيلي والتي وصفها بأنها ضارة للاقتصاد؟ طبعا صوت متقطع. صوت سأعيد طرح سؤالي دكتور عطية. سأعيد طرح سؤالي. ممكن تجيد الجملة لكن سألتك. لم أفهم الكلام لأن الصوت متقطع. طيب أنا أعيد طرح سؤالي الآن، وأنا أعرف أن في مسافة في الاتصال حتى يصلك الصوت، لكن الآن فقط أنا ما أسمعش فكرة. أنا لا أسمع الآن. لا أسمع. الآن دكتور يفترض أنك تستمع لي، أنا سأعطيك السؤال بعد ثواني فقط. ما نسمعش فيك. طيب للأسف نواجه مشكلة في الاتصال مع ضيفنا من بنغازي. أنتقل إلى طرابلس وأطرح نفس السؤال. أستاذ أبو بكر، بغض النظر عن مصدر هذه الممارسات الضارة، سواء كانت تدخلات خارجية سواء كانت نتاج إدارة محلية، ما هي الآن؟ نحتاج أن نقف على هذه الممارسات اللي وصفها باتيلي بأنها ممارسات ضارة للاقتصاد الليبي. ما هي هذه الممارسات؟ الحقيقة هذه الممارسات واضحة جدا للجميع وخاصة في الداخل. الممارسات هي الحقيقة يعني تقع في نطاق المصالح، مصالح الدول الإقليمية ومصالح الدول الكبيرة ومصالح الجيران، لأن ليبيا على يعني مسافة قريبة جدا من يعني من قيام الدولة، وبالتالي يتم الصراع على النفوذ ويتم الصراع على كعكة التنمية في ليبيا وكعكة الإعمار في ليبيا. كل هذه المشاكل تعيق السلام وتعيق الانتخابات، لأن هي تدخلات، الحقيقة تدخلات غير بالإضافة لذلك هي بمساعدة الأطراف السياسية المهمة في ليبيا. نحب أن نضع مثلا ولا لن نذكر الأسماء، ولكن الصفقات التي تبرم من خلال شركات أجنبية على إقامة التنمية، وشركات الطاقة وشركات الطرق وشركات البنية التحتية، كل هذا يتم من خلال بيع ضمائر من خلال ناس ما عندهمش ضمير، ويبيعوا في أرزاق ليبيا بدون اتفاقيات وبدون يعني الحقيقة بدون نظام معين. هذا كله يؤثر. متى تصبح مثل هذه الخطوات ضارة بالاقتصاد الليبي كما وصفها باتيلي؟ يعني اليوم لو حاولنا نأخذ حتى شاهد أو أكثر من الواقع، ما الإجراء؟ لأن كل ما يتم اليوم يتم في إطار الحديث عن عودة الحياة، عن مشروعات تنموية، عن يعني تتكلم ربما عن عقود في قطاع النفط، عقود أخرى في قطاع أو قطاعات البنى التحتية، طرق، جسور، كباري، غيرها. ما أي من هذه الإجراءات تمثل خطوات ضارة بالاقتصاد الليبي؟ الخطوات التي أحب أن أنوه إليها هي الممارسات أو التعاقدات لن تكون منطقية في ظل عدم الاستقرار، وهي تمتص
يعني المخصصات بشكل كبير جدا. يجب على وخاصة بعض أنا أخص بالذكر التنمية ومشاريع الطرق في والكباري في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى أن هناك حتى في المنطقة الغربية بعض المشاريع التي تخصص لها مبالغ خيالية نتيجة لوجود أو شروط التكلفة الفعلية، مضافا عليها عمولات كبيرة جدا غير منطقية. كل هذه الأمور تساعد في البقاء على والتأثير المباشر على الحياة الاقتصادية والحياة السياسية في البلد، يعني لها دور كبير كما أشار السيد بتيلي. طيب يعني اليوم في السادة حتى رؤية أستاذ أبو بكر في الشارع الليبي تقول بأن إذا جاء من يعمل في مشروعات ملحة بالنسبة للمواطن سواء في قطاعات البنى التحتية، في قطاع الخدمات، الصحة والتعليم وغيرها، في قطاع النفط في شكل استثمارات نفطية قد ترفع مستوى الانتاج الليبي، حتى لو شابت مثل هذه المشروعات أو هذه الإجراءات حالات فساد كما يقال، في النهاية هي أفضل من عدم وجود أي شيء. ألا يمكن أن نقول أن ربما الفوز بنصف الممكن أفضل من اللاشيء يا أستاذ أبو بكر؟ هو الحقيقة يعني شرحك لهذا الموضوع يكاد يكون منطقي بنسبة معينة، ولكن لماذا الاستهتار بأموال الدولة بهذا الشكل؟ لأن هناك عندما يحدث هذه الخروقات أو هذه العمولات الكبيرة سوف يزداد التغول، سوف يزداد التمرد، سوف يزداد التهريب، سوف يزداد القوة أو القوة الفاعلة على الأرض أنت تعرفها، سوف يزداد الحقيقة يزداد يعني تجبر على هذا الشعب، وبالتالي لن تقوم قيامة لليبيا في ظل هذا الفساد المدقع بهذا الشكل أنا أشرحه. طيب دكتور عطية، إذا كنت تسمعني الآن، إدارة الموارد، هذه الإجراءات سواء كانت تعاقدات في مستوى الرفع من القدرات الانتاجية لقطاع النفط الليبي أو مشروعات بنى تحتية على مستوى الطرق وغيرها، أيضا في قطاع الخدمات، الصحة والتعليم، كل هذه الإجراءات متى يمكن أن نقول أنها وصلت درجة من السوء بحيث أصبحت ضارة للاقتصاد الليبي؟ هي طبعا مساواها مش ضار ولكنه غير نافع. يعني الاقتصاد الليبي لم يستطع النهوض، لم يستطع تحقيق نمو. يعني نحن لو استثنينا قطاع النفط وشفنا باقي القطاعات الأخرى وخاصة الزراعة والصناعة والبناء والتشييد والكهرباء والمواصلات وغيرها، نلقى أن معدلات نمو متاحة شبه سالبة في الفترة الماضية. يعني وهذا طبعا نتيجة لأن ما فيش استثمارات في هذه القطاعات، ما فيش يعني زيادة في الإنتاج، ما فيش يعني برغم أن عندنا قوانين، يعني عندنا قانون التجاري يعني يخلي أو يعطي فرصة للقطاع الخاص، يعني يعطي فرصة لكثير من الجهات أن هي تستثمر، ولكن الآن الحكومة ما عندهاش أي استراتيجية. طيب هذا فيما يخص دكتور في مجال الصناعة دكتور عطية، يعني دكتور عطية، هذا فيما يخص الآن دكتور نعتمد على الواردات أكثر من أي واحد. أنا عندي مشكلة في الاتصال مع يعني بنغازي لدرجة أني غير قادر على إدارة حديث مع الدكتور عطية. دكتور إذا كنت تستمع إلي الآن، دكتور عطية، دولة أو دكتور عطية. طيب سيد حسني بي، للأسف لأننا نواجه في مشكلة مع الدكتور سأذهب إليك سريع. طيب أعذرني سيد حسني بي، سأعود إلى الدكتور بما أن الآن عاد معنا من جديد. دكتور أنت تحدثت إلى إجراءات غائبة، أنا الآن أبحث معك جزئية الإجراءات القائمة اليوم. ما هي الإجراءات المالية والاقتصادية القائمة في ليبيا سواء غربا أو شرقا
التي يمكن وصفها بأنها إجراءات ضارة للاقتصاد الليبي؟ لأننا طوال السنوات الأخيرة دكتور كنا ننتظر أن تنطلق عجلة التنمية في ليبيا، سعداء جدا بأن يصبح فيه عمل لتطوير قطاع النفط بحيث تصل الصادرات إلى 2 مليون برميل يوميا، وربما حتى تزيد على 2 مليون، تصل 3 مليون برميل يوميا، وبالتالي عوائد أكبر ووفرة مالية أكثر. الانطلاق عجلة التنمية فيما يخص البنى التحتية، الطرق المتهالكة اللي أهلكت الليبيين في موضوع الحوادث وغيرها، القطاع الخدمات، قطاع الصحة والتعليم، كل هذه الناس تستقبل أي خطوة، أي مشروع، أي إجراء في كل هذه القطاعات بالفرح والسرور. كيف نصبح في حالة نصف فيها هذه الإجراءات اللي احنا يفترض أن سعداء بها نصفها بأنها إجراءات ضارة بالاقتصاد الليبي؟ يعني مسألة محيرة يا دكتور. هي قد لا تكون ضارة ولكنها غير نافعة. أنا مش عارف، السؤال يتكرر عندي. يعني أنا نقول لك، نحن الآن معتمدين على الاستيراد أكثر من أي شيء آخر، حتى السلع اللي عندنا المواد الخام متاحة نستورد فيها بشكل غير عادي. يعني نحن المادة الخام اللي عندنا، النفط الخام نصدره فيه ونستورده في البنزينة والنافطة والمشتقات النفطية الأخرى. يعني ليش ما الدولة، الحكومة أو المؤسسة الوطنية للنفط يفكروا في إقامة مصافي جديدة، مصافي لها قدرة على الأقل على سد حاجة الاقتصاد الليبي؟ هل من المعقول أن دولة نفطية نستورد في المشتقات النفطية من الخارج؟ يعني هذا من المبادئ الأساسية لأي دولة، أن طالما عندها المواد الخام وعندها الأموال تصنع هذه المواد على الأقل للسوق المحلي، خلينا من التصدير. يعني على عين الحكومة غير مهتمة بمسألة التنمية الحقيقية، الحكومة طيب مهتمة ببعض الأشياء طيب هي يعني بهرجة. طيب مرة أخرى دكتور، عدت للحديث عن رؤى يعني مستقبلية. أنا سؤالي كان فيما يتعلق بالواقع القائم الآن يا دكتور عطية. دكتور اسمح لي أن أنقل السؤال للسيد حسني بي. فيما يتعلق بالواقع سيد حسني بي اليوم، بعيدا عن المأمول أو الطموحات، كتقييم لحالة الإنفاق وخاصة في القطاعات الأساسية المفروض أن يكون فيها إنفاق لصالح المواطن بحيث نتجاوز حالة وصف الوضع المعيشي المواطن بأنه وضع مأساوي أو وضع متردي، كيف يمكن أن نحدد الإجراءات الضارة بالاقتصاد الليبي اللي تطرق إليها السيد بتيلي في حاطة؟ شوف، بالنسبة للإنفاق الليبي 75% من استهلاكي و 45% منه ماشي لبند يسمى الدعم، وهذا الدعم أعتقد اللي بتيلي يشير له على اعتبارنا هو الممول الرئيسي لعملية التهريب وعملية الجريمة المنظمة وعملية الغناء الفاحش الغير، يعني هي عملية وكأننا نحن نقوله انشرعنوا في الجريمة. وهنا قاعدين نتكلم على مبالغ كبيرة جدا. نحن مثلا ننفجع لما نقوله مبلغ الرواتب في ليبيا واللي هو يعتبر عالي جدا، 65 مليار في السنة. الدعم يتجاوز هذا الرقم بتقريبا 25 مليار، يوصل ل 90 مليار. نعم عندنا مشاكل كبيرة، ونرد ونقول أن المقاومات ممتازة ولكن إدارة سيئة، وأن نحن ممكن ننتقله من وضع سيء إلى وضع ممتاز بإرادة فعلية. أنا لا نؤمن بحكومة تستثمر. حكومة تستثمر معناتها هذا فشل 100%. حتى في محطة تكرير النفط، شخصيا أنا أرفض أي استثمار من ميزانية عامة أو من أموال الشعب أو من أموال تديرها حكومة أو موظفين عموميين، باستثناء البنية التحتية، الصحة، التعليم، اللي همنا استثمارات للأجيال المقبلة وإن شاء الله تكون مثمرة. لكن نجي ونقول والله نبي حكومة تعدي تحفر لي بئر نفط، ولا نبي حكومة تعدي تكرر لي نفط فلوسنا. ما إحنا جربنا، ما كان عندنا
ما زال عندنا خمس مصادر. طيب انت ضد استثمار الدوله في القطاع النفطي؟ هذه مساله مهمه. اي شيء أسأل، ارفض استثمار الدوله في اي قطاع انتاج. جميل جدا. بس يا سيد حسني بي، الان لو تجاوزنا مساله استثمار الدوله في القطاع النفطي او في غيره، لان حتى الميزانيات اللي تخصص لهذه المسألة تكون ميزانيات استثنائية وخاصة، سواء كان في قطاع النفط أو في قطاع الكهرباء، لكن أنا حنقف معك عند الميزانيات اللي أنفقت كخدمات مقدمة للمواطن في صورة مرتبات أو في صورة دعم، لأن في النهاية الدعم يفترض أن موجه للمواطن، والمواطن هو أكبر من يتمسك باستمرار الدعم. الآن تتكلم على ميزانية تقريبا في حوالي 100 مليار منها أنفق بين مرتبات وبين الدعم. كيف يمكن أن نقول بأن هذه إدارة مالية سيئة وضارة بالاقتصاد الليبي وهي مطلب بالنسبة للمواطن؟ 140 مليار ما بين مرتبات ودعم. المشكلة مش في الدعم بشكله، المشكلة في وسيلة الدعم. يعني أنا مع دعم المواطن ومع دفع 140 مليار، ولكن ليس بالطريقة اللي قائمة حالياً. هل هي تستغل من الغني وتستغل من المهرب وتستغل من المجرم وتخلق مافيات وتخلق حروب وتخلق صراعات؟ ونحن شايفين يعني أغلب الصراعات اليوم، تسمع صراعات كل يوم، قتل اليوم لعند اليوم في الزاوية، اغتيالات على شنو؟ بلكي اغتيالات على الديمقراطية ولا على الرأسمالية ولا على الشيوعية ولا على الاشتراكية. الاغتيالات على 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 البنزين والنفط. ليش نلقوا نحن اجانب موجودين في بلادنا ويبوا بلادنا؟ لان يقدروا يحصلوا على الماده هذه بالبلاش ويمولوا بها مشاريعهم في مناطق اخرى في افريقيا. يعني الحلول متوفره والأموال ممتازة. الباطيلي، خليني نقول لك شيء آخر أنا اكتشفته من خلال خطاب باطيلي، مع كل احترامي له، أنا قابلت الراجل مرة واحدة والراجل يعني ما عندي ما نقول فيه، ولكن أعتقد أنه هو وصل إلى درجة أنه عرف أنه ما عادش يقدر يدير شيء، لأنه أصلا ما فيش حد في ليبيا بيدير شيء، ما فيش حد بيحل، كلهم متريقين بالوضع القائم. طيب انا حنرجع معك للارقام سيد حسني بي، بس حتى ما نطولوش على ضيفينا، خلينا نرجع لك بعد شويه الاستاذ ابو بكر فيما يتعلق بحديث باطيلي عن واطلاقه لكل هذه التوصيفات. تطرق لغضب الشارع الليبي من الضريبه الجديده على مبيعات النقد الاجنبي وتقييد الوصول الى منظومه النقد الاونلاين. يعني إلى أي مدى يمكن أن نسلم بأن هذا التوصيف واقعي؟ لأن حتى لو كان فيه فعلا غضب من قبل الشارع على هذه المسائل، لكن الشارع يطالب بالتوسع في الإنفاق، يطالب بتوفير النقد الأجنبي، وفي نفس الوقت يطالب بترشيد الإنفاق بحيث لا يتم الوصول إلى ميزانيات تتجاوز الـ 130 و 140 مليار دينار في السنة. كيف يمكن أن نقيم واقعية هذا الطرح؟ والله الحقيقة هو طرح الموضوع، وخاصة إضافة نسبة معينة على سعر صرف الدولار، رغم أن سعر الصرف الأول كان مرتفع جدا وكان مضر بالمواطن، زادوا له 27%، يعتبر هو يعني سحب أموال من المواطن عنوة وبدون مقابل وبدون يعني بدون موافقة هذا المواطن. الحقيقة 27% التي تم إضافتها، ليس هناك رفض وليست معارضة، رفض كامل لهذا القرار، وسوف يكون هذا القرار أمام القضاء وسوف يحكم فيه لصالح المواطن، وسوف يحاسب المصرف المركزي على هذا التصرف الغير قانوني. لماذا غير قانوني؟ لأن المصرف المركزي ليست له صلاحية في إصدار قرارات يعني تختص بالرسوم. الرسوم هذه من اختصاصات الحكومة. المركزي استصدرها عن طريق مجلس النواب أستاذ أبو بكر، حتى نكونوا دقيقين.
مجلس النواب يا سيدي يا استاذ خالد مجلس تشريعي يشرع يرفض او يوافق، ليس له الحق في 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 اصدار هذا القرار. القرار يجب طيب ان يصدر طيب مثل ما صدر في النهايه. في النهايه قد يكون المصرف المركزي استاذ ابو بكر، في النهاية قد يكون المصرف المركزي وفر الغطاء القانوني بموافقة مجلس النواب، لكن على كل على اعتبار أن هذه مسألة قانونية قضائية ندعها على جانب. أنا سأعود لك أنت تتفق مع وصف باتيلي لغضب الشارع بخصوص الضريبة وتقييد الوصول إلى منظومة مبيعات النقد الأجنبي، لكن السؤال كيف يمكن أن تتحقق مطالب الشارع وهي متناقضة وفق ما يقدم المصرف المركزي؟ لأن الآن تتحدث الحديث عن 65 مليار دينار مرتبات وحوالي 60 أو 70 مليار دعم، بين دعم اجتماعي 20 مليار تقريبا السنة الماضية ودعم للمحروقات، وتتحدث عن مطالب ملحة من قبل المواطن تطالب بخدمات في القطاعات الأساسية وبمشروعات تنموية في البنى التحتية. يعني هذه مسائل ضدية، كيف يمكن لمن يدير الموارد المالية في ليبيا اليوم أن يجمع بين هذه المتناقضات؟ سيد خالد، أستاذ خالد، احنا أستاذ خالد، احنا خلينا نذهب مباشرة لإيضاح الحلول في ظل الأساتذة الفاضل. لا لا، أعطيني تفسير لهذه المسألة. لا 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 لا، أعذرني أستاذ أبو بكر، أنا سأتي للحلول لأن محورنا التالي هو البحث في الحلول، لكن قبل ذلك دعني أختم معك بهذه المسألة. لأنك أنت اتفقت مع توصيف باتيلي في أن إجراءات فرض الضريبة وتقييد الوصول إلى منظومة بيع النقد الأجنبي هي إجراءات تستوجب فعلا غضب الشارع الليبي، لكن كيف يمكن أن نبرر غضب الشارع الليبي اللي يطالب من جهة بمرتبات تصل إلى 65 مليار دينار في السنة، ويطالب بإنفاق على الدعم يصل إلى تقريبا 70 أو 80 مليار دينار في السنة، وأيضا يطالب بمشروعات تنموية وخدمية، كيف يمكن أن نكون واقعيين ونحن نطالب بأشياء متناقضة؟ لا لا، هي المطالب، هذه المطالب التي يطالب بها الشارع، الحقيقة الشارع لا يعرف أو يجهل الارتدادات بتاع المطالب بتاعه، لأن الارتداد يكفي أن تم زيادة المرتبات، وهذه تعتبر الحقيقة يعني تعتبر غير 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 جيدة، وتعتبر حتى جريمة في حق الاقتصاد الوطني وفي حق القوة الشرائية للمواطن. يجب اولا عدم التعرض، عدم زيادة المرتبات. المواطن يرغب في زيادة المرتب لان غير لا يكفيه المرتب الحالي نتيجة لتبخر. طيب، ردة فعل المواطن مفهومة، ردة فعل المواطن مفهومة انها مبنية على دوافع عاطفية ورغبات بالنسبة للشخص غير مطلع على الشأن. نعم. الاقتصادي، لكن تقييمك انت واتفاقك مع نعم. باتيلي في تقييم هذه المسألة بحكم انك خبير اقتصادي الان، كيف يمكن أن نفهمها؟ والله شو منقول لك، أنا يعني ما زال مستوعبتش السؤال متاعك، نبيه تبسط أو تعطيه في أنت ذكرت يعني ذكرت الأستاذ أبو بكر بين غضب الشارع مفهوم لأن الشارع غير مطلع على التبعات هذه الخطوات، لكن أنا سألتك أنت اليوم كخبير اقتصادي. نعم. لأنك اتفقت مع واقعية هذا الغضب الموجود في الشارع اللي تحدث عنه باتيلي، وقلت بأن فعلا هذه الأجراءات تستدعي غضب الشارع ورفض هذه الخطوات. طيب، كيف يمكن أن تنسجم هذه الأمور وهي متناقضة؟ من جانبك أنت الإجابة الآن كخبير اقتصادي وليس من جانب الشارع. من جانبي أنا نحب نقول أن ضروري يعني إقفال منابع الفساد في ليبيا. لن تكون هناك تنمية أو تنمية مستدامة بدون القفل أو يعني تجفيف منابع الفساد. تجفيف منابع الفساد في ليبيا هي السبب الرئيسي في عدم يعني نجاح التنمية أو الأشياء المهمة للمواطن كالرفاهية وكيعني الحاجات هذه كلها في ظل هذا الفساد المدقع، والفساد مسؤول عليها مسؤولية كاملة هي الحكومات والمصرف المركزي بنسب متباينة.
طيب بدون إقفال وتجفيف منابع الفساد لن تكون هناك أي إقامة لأي شيء مهم. طيب الدكتور عطية البتيلي تحدث عن أن هناك ضرورة للتعامل مع أسباب الأزمة الجذرية وليس أعراضها اللي هو قدمها في الإحاطة. وأنت سبقتني في هذا السؤال تقريبا في أكثر من مرة وذهبت للحديث عن هذه التصورات المستقبلية التي يمكن أن تعالج الوضع الاقتصادي في ليبيا. ما هي هذه الأسباب الجذرية التي يمكن من خلال معالجتها تجاوز الأعراض الموجودة الآن والقائمة في الواقع؟ هو أولا أنا بس نبي نوضح نقطة يعني نحن دائما نستخدم فيها ونقولوا أن الباب الأول هذا كله استهلاك، مصروفات الباب الأول والباب الثاني كله استهلاك، وهذا أراه غير دقيق، هذا التوصيف غير دقيق، لأن هناك يعني مصروفات خلال الباب الأول على أساتذة الجامعات وعلى البحث العلمي سواء كانت في الباب الأول والباب الثاني، هذه تعتبر استثمار، وبالتالي نحن عادة لما نشوف الاستثمار والاستهلاك عندنا طريقة أخرى لقياس حجم الاستثمار وحجم الاستهلاك، هي طريقة تسموها طريقة الإنفاق، نعرف كم حجم الاستهلاك في الاقتصاد، كم حجم الاستثمار الخاص، ونعرف أن الحكومة جزء من إنفاقها استهلاكي وجزء من إنفاقها استثماري، ليس بالضرورة الباب الثالث فقط، لكن الباب الثالث مع جزء من الباب الأول والباب الثاني هذا يعتبر استثمار في البشر، يعني الاستثمار في البشر هو أيضا استثمار. يعني هذه بس نقطة للتوضيح. أنا مش عارف يعني لو تعيد السؤال، أنا ما فهمش سؤالك بالضبط. يعني سألتك عن تصريح المبعوث الأممي عندما قال بأن ليس فقط بالتعامل مع أعراض الأزمة يمكن معالجة الوضع القائم، وإنما التعامل مع أسبابها الجذرية. لو جئنا لذكر الأسباب أو جذور الأزمة كما على الأقل نعايشها في الواقع، شح السيولة، انخفاض قيمة الدينار في السوق الموازية، وهي من الأشياء الرئيسية اللي أثارت غضب الشارع كما يقول باتيلي، تقييد الوصول إلى منظومة بيع النقد الأجنبي والتي تسببت ارتفاع سعر العملات الأجنبية في السوق الموازي، واللي أيضا ربطها بفرض الضريبة على مبيعات النقد. هل هذه هي الأسباب الحقيقية فعلا اللي يمكن أن تمثل جذور الأزمة بحيث نقول بأن معالجتها أو إنهائها يفضي إلى وضع اقتصادي سليم وصحي؟ أنا أولا لم أقرأ الكلمة بتاعت باتيلي، يعني لم أطلع عليها، لكن على أي حال عندنا أزمات وعندنا أزمة، عندنا أزمة في السيولة، عندنا أزمة في المرتبات، عندنا أزمة في ارتفاع الأسعار، عندنا كثير من الأزمات اللي تقابل الاقتصاد الليبي، عندنا أزمة في يعني مثلا أزمة السيولة الآن، ما فيش سيولة في المصارف، يعني هذه من مسؤول عليها المصرف المركزي الآن، أيضا يعني في ضريبة على 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 بيع العملة الأجنبية من المصرف المركزي، هذه أيضا مسؤول عليها المصرف المركزي أيضا، يعني هذه أشياء غير مبررة ما لهاش أسباب. يعني نحن بحثنا حتى في أسباب فرض الضريبة أو الرسم، هو مش عارفين هم ضريبة ولا رسم على بيع الدولار، ما لش أي أسباب مقنعة نقدر نقوله أن هذه فعلا مفروض نفرضوها. السيولة الآن ما فيش سيولة، يعني في كثير من المشاكل اللي تعاني منها البلد، وأسبابها يعني قد تكون سوء تقدير للمسؤولين. مبرر فرض الضريبة وعدد المقاطعة دكتور عطية كان حسب يعني المصرف المركزي أشياء هو التوقعات بتسجيل عجز في الإنفاق أو مقابل الإنفاق، عجز في الإيرادات مقابل الإنفاق، وبالتالي استدعى الأمر أن تفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي حتى يتم تعويض هذا العجز المتوقع. والمبعوث الأممي يقول بأن هذه التوقعات التي قادت إلى فرض الضريبة أنتجت كل باقي أعراض الأزمة مثل شح السيولة، انخفاض قيمة الدينار في السوق الموازية، وأدت إلى غضب الشارع الليبي. تتفق أو تختلف مع هذا التوصيف؟ حتى أذهب إلى السيد حسني بي. أنا أختلف معه تماما،
لأن هو بروحه. أنا عندي المذكرة اللي دارها المحافظ، عرضت علينا نحن المذكرة عندي، وهو بروحه يقول أن فرض الضريبة 27% سوف لن تؤدي إلى تخفيض الطلب على العملة الأجنبية، وفعلا لن ينخفض الطلب على العملة الأجنبية بفرض الضريبة، بل حيزيدها أكثر. ليش يزيدها أكثر؟ لأن هذا يضعف قيمة الدينار الليبي، وبالتالي كل الناس اللي عندهم أموال بالدينار الليبي حيحاولوا يغيروها إلى البورتفوليو بتاعهم ويديروها بالدولار ولا باليورو ولا بأي عملة أخرى. يعني الآن هو بتصريح هذا يضعف من قيمة الدينار الليبي ويخلي الناس تحاول تتخلص من الدينار الليبي. ولذلك أشوف الدينار الليبي اليوم 7 جنيه و45 قرش في السوق السوداء. يعني كان المركزي دكتور يفترض أن هذا الإجراء سيرخي قليلا قبضة السوق الموازية والطلب على الدولار تحديدا، وبالتالي يؤدي إلى فرض سعر توازنه ويقود إلى تحقيق وفرة في المالية بالنسبة للدولة. لكن هل تحقق هذا أو لا؟ أنا لن نعود لمناقشة مسألة وجاهة فرض هذه الضريبة على النقد الأجنبي من عدمها، وإنما نبحث في الممارسات الاقتصادية، لأن اليوم عندنا تشخيص أو وصفة للحالة المرضية اللي يعيشها الاقتصاد الليبي كما تقدمها البعثة الأممية. نحاول أن نناقشها معكم ونخرج برؤية للحل أو تصورات، ما إذا كانت هذه الوصفة الأممية المقدمة الآن لحالة الاقتصاد الليبي دقيقة صحيحة تناسب الواقع، أم أنها مبالغ فيها وغير صحيحة. يعني في النهاية خروج قرار ضريبة النقد الأجنبي بصيغة مختلفة عن المرات الماضية، هل هذا موضوع منفصل عن الشأن السياسي ومسألة اقتصادية بحتة، أم أن له هناك ارتباط بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي؟ لكن بالنهاية سيد حسني بي، حتى نذهب أكثر وراء التوصيف اللي قدم المبعوث الأممي السابق للوضع الاقتصادي في ليبيا، دور تقييد منظومة النقد الأجنبي اللي أغضب الشارع كما يقول في الأزمة الاقتصادية الراهنة حسب ما وصفه باتيلي، هل هو فعلا صحيح أم أن الوصف تجاوز الحقيقة؟ خالد، أولا شكرا. بالرغم أن هذه الحلقة كان مفروض كلها تكون متركزة على الوضع النقدي والشح السيولة وارتفاع سعر الصرف وإلى آخره، إلا أن تحولنا في الأول إلى نقاشات أخرى، هل هي دائما مهمة، ولكن كويس اللي رجعنا لصلب الموضوع. اللي نحن فيه هذا نتاج طبيعي لقرارات اتخذت في لحظات قرارات الفجعة. شنو صار؟ جو في شهر أكتوبر نوفمبر وقالوا نحن عندنا إمباكت كبير جدا بالعملة الصعبة، زاد على السنة اللي فاتت 5 مليار دولار، فنحن بالتالي ضروري نتخذوا إجراء، ولكن الإجراء اتخذ أن وقفوا منح الاعتمادات، وقفوا صرف 10,000 دولار، وقفوا. ولكن في التوقيف هذا كذلك خلقوا شيء آخر اللي هو خلقوا النقود. شو معناتها خلقوا النقود؟ معناتها صرفوا فلوس بدينارات هن مش موجودات. فبالتالي بالرغم أن الميزانية العامة للحكومة ما فيهاش عجز، بل ممكن فيها فائض بسيط، وبالرغم أن ميزان المدفوعات كان كذلك فيه فائض السنة و 2023 و 2022، إلا أننا وقعنا في أزمة. الأزمة كانت بسبب خلق النقود. نحن القاعدة النقدية اللي هي الفلوس اللي هي دين على مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية، ودين على مصرف ليبيا المركزي مقابل العملة المطبوعة والموزعة في السوق، ارتفعت تقريبا 30 مليار دينار. يعني معناتها انخلقت أموال من عدم، هذه الأموال لحقت الدولار في ذات الوقت، تم شح عرض الدولار. حضرتك أو ممكن الدكتور بدري لمح أن نحن نبو نقلص الإنفاق من خلال عدم بيع الدولارات. هذا كلام بيع الدولارات ما لهش أي علاقة بالإنفاق.
او ما لهاش علاقه نقول مباشره بازدياد او تقليص الانفاق، لان الانفاق اصلا بالدينار ما هوش بالدولار. الدولار هو ايراد الحكومه، لان ايراد الحكومه بالدولار وانفاق الحكومه بالدولار، فبالتالي هذه الحكومه باش تواجه نفقاتها ضروري ان تحول ما عندها من اموال الدولارات الى دينارات باش تواجه انفاقها. لكن اسمح لي سيد حسني، اسمح لي، في النهايه الانفاق مرتبط داخل فيه استخدامات النقد الاجنبي واستخدامات. لا، هذا غلط. طيب هذا غلط. صحح لنا هذه المعلومه لنا، مساله دقيقه ومهمه. لا، كلام فارغ، هذا كلام منتج جهل. الانفاق بالدينار الليبي. نعم. ميزانيه بالدينار الليبي. وينباع الدولار باش يحصلوا دينار ليبي باش يمولوا ميزانيتهم الحكومه. الحكومه انفاقها بالدولار بسيط جدا، وللاسف ان حتى طلع لنا دبيبه وقال بان هو ما انفقش الا 1,400,000,000 ولا حاجه من هالقبيل هذا، يعني كانه يقول ان انفاقي فقط الطلبه في الخارج والبعثات الدبلوماسيه بتاعي في الخارج، اما الباقي انا مش شورى. يا سيد الدبيبه، كيف انت حصلت الدينارات؟ كيف حصلت الدينارات باش نفقت 65 ولا 90 مليار ولا 125 مليار؟ ما من خلال بيعك لهذه الدولارات نتاع الحكومه، لانك انت ايرادك بالدولار ما هوش ايرادك بالدينار. والقول ان انت تجي وتقول انا والله بعت للتجار 10 مليار دولار وبعت للعوام للافراد 10 مليار دولار وبعتهم، مش بعتهم، قال المصرف الليبي المركزي باعهم، يعني كان الموضوع شورى هو. يعني هذين الرسائل اللي هي غلط، هذين الرسائل اللي مفروض ما تنقالش، لانه مش موضوع انه مش انا المسؤول. نحن كلنا مسؤولين، ما فيش ولا واحد فينا مش مسؤول. الشعب مسؤول، ورجال الاعمال مسؤولين، والمصارف التجاريه مسؤوله، مصرف ليبيا المركزي مسؤول، الجيش مسؤول، البرلمان مسؤول، كلنا مسؤول. اللي نحن فيه هو نتاج تفاعلنا فيما بعضنا. التفاعل اصلا معروف عند اربع اطراف: المصارف التجاريه، مصرف ليبيا المركزي، الحكومه وانفاقها، والشعب وامواله. الشعب وامواله بالدينار، الحكومه وامالها بالدينار وايرادها بالدولار. مصرف ليبيا المركزي ما عنده شيء الا دولارات، ما عندهش دينارات. مصرف ليبيا المركزي يشري الدولارات من الشعب، يشري الدينارات من الشعب، ما عندهاش دينارات. ولا الحكومة عندها دينارات، ولا المصارف التجارية عندها دينارات. المصارف التجارية الدينارات اللي فيها هن ودائع لأموال المودعين، مش أموالها، أموالها فقط رأس مالها اللي هو مجلس 7 مليار، وأموال المصرف الليبي المركزي هو رأس مالها اللي هو مليار وشوية، مليار مع الاحتياطيات، مليار ونص دينار. هذين ما يخدمنش ليبيا لمدة 6 أسابيع. طيب، هذا موضوع ربما يتطلب فتح نقاش في حلقة خاصة حتى نغطيه بشكل كامل، لكن سأعود معك إلى صلب موضوعنا في هذه الحلقة تحديدا. التقييد الوصول إلى منظومة النقد الأجنبي اللي تحدث عنها باتيليو، قال بأنها أثار غضب الشارع الليبي وأن كان لدور رئيسي في الأزمة الاقتصادية الراهنة اللي وصفها بالمتردية جدا. كيف أدى تقييد منظومة أو تقييد الوصول إلى منظومة بيع النقد الأجنبي إلى هو الأزمة؟ قلت لك فجعة، صارت فجعة. خلينا ناخذ الواقع وشن صار. كونا بعتيلي غلط مظبوط، نعم، النتيجة هي اللي نحن عايشينها اليوم. أولا قبل كل شيء، نحن لازم نقبل شيء أساسي في الاقتصاد، ونحن في الاقتصاد مفروض نتكلمه بدون العاطفة. لو نتكلم بدون العاطفة، بالعاطفة يبقى نعدي نتجاوز من 4 كيف نقوله. لكن إذا نحن نتكلمه بالعقل، لازم في الدولة ما يكونش في سعرين. لازم في الدولة في سعر واحد لكل شيء. لازم في الدولة لو في سعرين هذين حيخلقن مضاربة، والمضاربة هي الطريق الأسهل للانهيار. نحن شفنا هذه المضاربة في السنوات 2015-16-17 بحجة أن نحن نبو نحمي الاحتياطيات، درنا اللي درناه،
بغت الفرق بين الرسمي والسوداء 600%. بعض الناس استغنت غناء فاح جدا، و80% من الشعب انفقر، ولكن هذا 80% من الشعب اللي انفقر هو اللي كان اصلا يدافع على ان تبقى الحال على ما هو عليه. طيب شيء اليوم، نفس الشيء اليوم، نحن اليوم عندنا سوق سوداء، سوق سوداء، انا ما اسميها سوق سوداء، بالعكس انا اسميها السوق الحر، انا اسميها هي هو سيد الاسعار، لان هي فعلا تمثل العقد والطلب. الباقي اللي هو على شاشات التلفزيون وعلى القرارات رقم الدينار بكذا والدينار بكذا، ولكن انت ما لكش لقيه يبقى هذا ما هو السوق. كلما كبرت الفجوه ما بين السعر السوق الرسمي والسعر السوق الحر، ونقرر نقول الحر ماشي، كل ما كانت المصيبه اكبر. طيب ابقى معي سيد حسني، ابقى معي، اسمح لي نذهب للاستاذ ابو بكر واسال ماذا يقصد باتيلي بالبعد الاقتصادي للتحالفات المتغيره بين الجهات الفاعله في المشهد الان في ليبيا، ولماذا قلق الرجل من هذه المساله يزيد من احتماليه تقويض الاستقرار الاقتصادي في نظره، وين تكون في تحالفات سياسيه وامنيه وعسكريه موجوده في داخل ليبيا تحمل بعد اقتصادي، لأن التعبير ربما أيضا ملتبس بعض الشيء. نعم، هو الحقيقة الإحاطة البتيلة في بخصوص هذا الموضوع يترتب عليه يعني تحالفات ما داخلية، نقصد تحالفات ما بين المؤسسات العسكرية، وما بين لأن معظم المؤسسات الليبية يعني مساهمة في ما يجري الآن من عدم الاستقرار، من تمويل التهريب الممنهج، وأيضا تهريب البشر. كل هذه مجموعة كبيرة من هذه المؤسسات، ليست جميعا ولكن أعضاء هذه المؤسسات سواء كان العسكرية أو الأمنية أو السياسية أو جاء المؤسسات الموجودة حاليا على الأرض، هي مسؤولية كاملة على تمويل عدم الاستقرار في المنطقة، والهدف منها هو استمرار هذه الحالة للتربح والتغول داخل هذا البلد. كيف يكون لهذا بعد اقتصادي أستاذ أبو بكر؟ كيف يكون لهذا بعد اقتصادي؟ لأن الآن على مدى سنوات نعرف بأن في ليبيا هناك أطراف محلية سين وصاد بينها تحالفات قائمة، ارتباطات كانت وثيقة في السابق على اعتبار أنها مبنية ربما حتى على مسائل حزبية فكرية أيديولوجية أيا كانت، الآن تغيرت وأصبحت هذه التحالفات غير ثابتة كما يقول باتيلي. طيب هذه التحالفات المتغيرة والغير ثابتة بين سين وصاد كيف يكون لها بعد اقتصادي؟ هذا هو الملتبس في الموضوع. الملتبس أن نحاول بقدر الإمكان نوصل لك الفكرة وللمشاهدين الكرام. نعم. هذه التحالفات كانت عبارة عن مجموعات بسيطة تتربح على برامج التهريب وتتربح على برنامج يعني الفساد بجميع أنواعه، ولكن الآن أصبحت تحالفات كبيرة جدا ومبالغها تكاد تكون خيالية، وخاصة تهريب البشر وتهريب هذه التحالفات الهدف منها زيادة التوغل داخل القطاع الاقتصادي، لأن دولاب الاقتصاد، لأن الحقيقة تعبوا من تمويل الحكومات لهذه الجهات وهذه التحالفات، يريدون أن يهيمنوا على الاقتصاد بحيث أن يصبح جميع الاقتصاد الليبي بيدهم وإدارة هذا الاقتصاد، لأن الدولة غير قادرة على السياسات أو على الاقتصاد، أصبحوا هم الذين يتولون الاستيراد ويتمولون التمويل ويمولون التهريب. لأن لعلمك أستاذ خالد والمشاهد الكريم،
كل ما وجد زاد نسبة التهريب ازدادت المشاكل، ازدادت عدم الاستقرار، هذه كلها يعني إحاطة بتيلي تكاد تكون أن أشار لنقاط مهمة جدا، وهي بالضرورة ضرورة يعني تجفيف منابع الفساد أولا وقبل كل شيء، قبل التنمية وقبل إحداث المشاريع، لابد من تجفيف كامل، وهذه المنابع، منابع الفساد مسؤول عليها الدولة، مسؤول عليها المصرف المركزي، مسؤول عليها هذه الميليشيات أو هذه التجمعات العسكرية والأمنية وحتى السياسية. يجب لعلمك أن موجود مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب ومجلس الأعلى وكثير من الوزراء لهم دخل كبير فيما يجري في ليبيا من فساد مالي وإداري واجتماعي وحتى اجتماعي. كيف يمكن في عجالة لو سمحت أستاذ أبو بكر، كيف يمكن أن يقوض كل هذا الاستقرار في النهاية؟ كيف طالما فيه فساد فيه تقويض الاستقرار، ما فيش استقرار طالما فيه مال فاسد يمول عدم الاستقرار، يعني وين ما يبدو فيه جزء من الاستقرار يتم دفع مبالغ كبيرة وخيالية لتقويض هذا الاستقرار، هذا شيء واضح يعني نظريا واضحة، لكن قياسها إلى الواقع الليبي راهن اليوم هو ما كنا نبحث عنه. على كل حال دكتور عطية، مجرد تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من أزمة وشيكة في السيولة، هل يزيد هذا الأزمة أم ربما يتداركها باعتبار أن هذا قد يكون جرس إنذار يدق لتجنب الأزمة؟ أزمة السيولة طبعا هي مشكلة وأساسها عدم ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي، يعني هذه الأزمة أزمة السيولة نشأت بعد 2013، نشأت في 2014، يعني في 2012 وحتى في بداية 2013 لم تكن هناك أزمة في السيولة في الاقتصاد الليبي، كان أي واحد يقدر يمشي للمصرف ويسحب أي مبلغ من حسابه، ولكن في 2014 في نهاية 2014 انقسم المصرف المركزي، ولما انقسم المصرف المركزي يعني خاف الناس اللي عندهم أموال على أموالهم الموجودة في المصارف التجارية، وبالتالي أصبحوا لا يودعون قيمة مبيعاتهم، قيمة مبيعاتهم يحتفظون بها دون إيداعها في المصارف التجارية، وهذا طبعا اللي خلق الأزمة السيولة. المصرف المركزي كما يعلم الجميع انقسم إلى مصرف طرابلس ومصرف البيضة، وكل مصرف يصدر في العملة، وبالتالي الناس خافت على أرصدتها في المصارف حتى الأرصدة الصغيرة يعني، وبالتالي لا زالت قائمة حتى الآن. حتى الآن يقال أن المصرف المركزي تم توحيده، ولكن تم توحيده على الورق فقط، لم يتم توحيده بالكامل. طيب يا دكتور عندما يحذر المركزي، لأن المصرف اللي في طرابلس عندما يحذر المركزي من أزمة وشيكة في السيولة، ما قيمة هذه التحذيرات؟ هل الطبيعي أن يتبع هذه التحذيرات إجراءات تتخذ من قبل المصارف التجارية، من قبل الحكومة متعلقة بالإنفاق، متعلقة بترشيد الاستهلاك في بعض القطاعات؟ ما قيمة أن يخرج حاكم المصرف المركزي اليوم في بلد ما ويقول بأننا مقبلين على أزمة في السيولة المالية، أم أن مجرد تحذير وانتظر الطوفان وانتهى الموضوع؟ المصرف المركزي مفروض يعالج المشكلة ولا يحذر منها، ما هي لأنه هو اللي خلق المشكلة، يعني مشكلة السيولة خلقها المصرف المركزي، كيف يحذر منها؟ يعني من اللي بيأخذ إجراء ويوفر السيولة؟ يعني هذه هي المشكلة، يعني الآن كل الناس يروا سواء المتعلمين ولا غير المتعلمين أن المصرف المركزي لازال منقسم، يعني وفي دلائل على ذلك أنه لازال منقسم، وزي ما قلت لك يعني المقاصة لازالت مقفلة، الدين العام اللي في الشرق لا يعترف به السيد الكبير، عرض النقود لا يعترف به، العملة المصدرة اللي موجودة في البيضة لا يعترف بها، وبالتالي ما زال الأمر استشكل يعني علي ما تقول الآن غير مطمئن.
مسألة يجب على المحافظ مش يحذر، يجب هو يعالج المشكلة. يا دكتور، بعض مما تقوله فيه إشكال بالنسبة لي، مسألة استمرار وقف المقاصة بين المصارف التجارية وعدم قبول بعض إصدارات العملة والتحذير وعدم الاعتراف بها، أعتقد أن هذه مسألة ربما غير دقيقة. دكتور اسمح لي فقط بهذا التعقيب. سيد حسني بي، فيما يتعلق بموضوع السيولة المالية، الأسباب الحقيقية لأزمة، طيب معليش بعد إذنك أستاذ حسني. لا لو سمحت. تفضل دكتور. لا 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 لا. تفضل دكتور. لا نحن نسقي معلوماتنا من المسؤولين في المصارف التجارية، لعلمك. فالمسؤولين في المصارف التجارية يقول لك المقاصة لازالت يفتحوا فيها شوية لأسباب معينة، ولكنها لازالت مقفلة. هذا ليس كلام مني أنا يعني شخصيا، هذا كلام من مسؤولين في المصارف التجارية. طيب يعني اليوم دكتور أنت تقول بين حقيقة الواقع بين المقاصة ما زالت مقفلة بين المصارف التجارية، وأيضا تقول بأن هناك إصدارات من العملة الليبية المصرف المركزي في طرابلس لا يعترف بها. طيب مع أن هذا يخالف على الأقل معلوماتي، على الأقل على تواضعها. سيد حسني بي، لو تعطينا المعلومة بهذا الخصوص قبل أن أذهب معك للسؤال. ما سألت المقاصة والإصدارات العملة المعترف بها وغير المعترف بها؟ نعم. اليوم عندنا مقاصتين، المقاصة الرئيسية مفصولة على جزء من ليبيا، تفتح وتنفتح وتتسكر، خلينا نقول باش ما نقولوش انها مفصوله بالكامل، تفتح وتتسكر حسب الظروف، وهذه خالقه ان التسويات النقديه بين الغرب والشرق والجنوب تتم من خلال نقل عمله ورقيه. واذا نحن ناخذ تقارير مصرف ليبيا المركزي السنه الماضيه، نجد ان مصرف ليبيا المركزي خلال السنه نقل 108 مليار دينار، يعني نقل تقريبا 9 مليار دينار كل شهر. شن معناتها؟ نقل 40 مليون دينار كل يوم بين جهه والثانيه، اللي في اخر نهار ترد للجهه الاخرى باش تصير التسويه. ماشي؟ فهذه لو بالفعل وحدنا مصرف ليبيا المركزي ودمجنا الارصده، جزء كبير من هذه المشكله، واللي اليوم انا في حسب ال 108 مليار ممكن تمثل نص المشكله، تحل نص المشكله من خلال دمج الارصده ودمج المقاصتين اللي في الغرب والشرق، لان بعدين حتى الشرق لما قفلت المقاصه داروا مقاصه اخرى في البيضاء في شهر اكتوبر 2016، يعني الاولى انقفلت في اكتوبر 2014 والثانية تأسست في أكتوبر 2006. نقل العملة الورقية سيد حسني بي، نقل العملة الورقية مترتب على عدم وجود سيولة مالية في فروع المصارف اللي تنقلها هذه العملة الورقية، أو مترتب على عدم رغبة المركزي في التعامل معها في عمليات مقاصة مالية؟ لا لا لا، خلي نقول لك، حتى أنا خالد، مصرف ليبيا المركزي في نشرته الاقتصادية يقول بأن السنة اللي فاتت وهذه السنة، خلينا نتكلم مع السنة اللي فاتت لأن هي تعطينا، السنة اللي فاتت نقلوا 106 ولا 108 مليار دينار، يعني تقريبا 9 مليار دينار كل شهر. وأعتقد حضرتك ومن بدري قال بأن هذه السنة نقلوا خلال 3 شهور 15 مليار، وغريبة في أزمة. بالعكس أنا نقول إذا السنة اللي فاتت كل شهر نقلوا 9 مليار وفيه بوادر أزمة، من المعروف أن السنة لو تنقل 5 مليار يبقى في أزمة 100%، هذه معروفة وهذا اللي صار. لكن نرجع ونقول أن الحاجة لتواجد العملة في التداول هي لتجاوز مشكلة المقاصة ومشكلة وجود مقاصتين، لأن التسويات ما بين التجار، أنا اليوم في بنغازي ما نقدرش ندير حوالة لنفسي في طرابلس، ما نقدرش نديرها، بالرغم أن مصرف ليبيا المركزي طلع 40,000 مرة وقال أن ضروري تفتحوا الحوالات وضروري تقبلوا بالتحويل الإلكتروني
ولكن فعليا هذا لا يمكن ما دام الحسابات مفصوله وما دام عندنا مقاستين. كذلك طلع مصرف ليبيا المركزي والزم شركه معاملات بحيث ان هي تفتح منظومه الموزع الوطني وتدخل فيها جميع المتعاملين ومقدمين المدفوعات الالكترونيه. للاسف لم ينفذ، فكل ما نطلبه منه انه ينفذ. هذا حتحل لا يقل عن 30-40% اخراج ماشي، ولكن الحلول موجوده، الحلول موجوده. صارت رحشه السنه اللي فاتت قلنا، وصارت ربكه لان كان في طلب على مشاريع استثماريه وعقود، هذا متعاقد مع مصر وهذاك متعاقد مع تركيا وهذاك متعاقد مع من، فقال لك نحن وين ماشيين، فاخذ الاجراء اللي كان المفروض ما يتخذش، ولكن هذا اللي صار. طيب، والمشكله ان خلقت اموال جديده. ليش؟ لان وقف بيع الدولار، عند توقيف بيع الدولار عند التزامات كل شهر اللي هن المرتبات تقريبا 5 مليار و500 بين مرتبات وحاجتين في البند الاول، وتقريبا 2 مليار في العلاوات المراه والام والطفله والمحتاج والى اخره. يعني هذا هو محتاج الى 7 مليار دينار شهريا. شنو معناتها 7 مليار شهريا؟ معناتها هو ضروري بكل ما ولا يمكن يقدر يستمر من غير خلق ازمه، من غير ما يبيع لا يقل عن 1.4 مليار دولار شهريا. للاسف توقف 3 شهور، وبعدها جاء في الشهر يناير وفبراير وبدا من يبيع 1.4 مليار، باع كل شهر 0.5 مليار. فهذا هو النتيجه هذه هي. كيف تفسر الدوافع في هذه الحاله؟ نعم، كيف يمكن ان نفسر دوافع هذه الخطوات من المركزي إذا كانت بهذا الوضوح؟ واضحة التقارير بتاع مصرف ليبيا المركزي. لا أنا أقصد ارتباطها سيد حسني بي، إذا كان ارتباطها بأزمة السيولة بهذا الوضوح، كيف نفسر أن المصرف المركزي أقدم على هذه الخطوات وهو يعرف بأنها سترتب لفجعة؟ صارت لفجعة. ليش؟ لأنه شاف أن كل واحد قاعد يدير في عقود ويبي يخلق التزامات، فقال لك انا كيف حندير؟ نبي نعدي ناخذ من الاحتياطيات. اوكي، انا ما نقولكش خذ من الاحتياطيات، لكن تقدر انت كمصرف ليبيا المركزي تقول للحكومات ولا الحكومه ولا لكل واحد فارض بدريته عليك، تقول لا مش حنعطيك فلوس وانتهى الامر. ولكن انك تدير الفرمه الكبيره هذه للاسف شديد في القتل اللي نحن فيه. والمشكله الكبيره ان احنا لما نوقع في المصيبه، لان اغلب تمويل الحكومه هو بيع الدولارات باش يحصل دينارات باش يدفع مصاريف بالدينارات من جديد ونكرر الدينارات. طيب، هي الان واضحه، حتى لا نكرر ما سبق وقلته سيد حسني بي، المساله واضحه، لكن انا لا استوعب توصيفك لها بانها صارت لفجعه. يعني تكلموا على محافظ مصرف ليبيا المركزي او على إدارة المصرف بالعموم، المفروض ان عندها تقديراتها بناء على عمليات مالية ونقدية تسجل بشكل يومي. هذه التقديرات المستقبلية نتيجة مشاهداتها لعمليات التعاقد اللي تتم من الجهتين في ظل وجود ما حدش يقول لا، كل واحد على قبوعة راسه. للاسف كل واحد على قبوعة راسه وقدام الامر الواقع. نحن اليوم للاسف شديد موجودين في دوله اللي كل واحد ماشي بالامر الواقع. نرجع اخر لموضوع اخر اللي هو موضوع الانفاق، وموضوع ما السيد كور اكثر من مره اشار الى تجفيف منابع الفساد. طيب، اسمح لي سيد حسني بي، هو فقط لاننا استاذ حسني لاننا تقريبا وصلنا لنهايه الحلقه، واود ان اختم مع الاستاذ ابو بكر في دقيقه او دقيقه ونص تقريبا. الموضوع دائما ساخن ومطروح للنقاش، وبالتاكيد سنكون سعداء بوجودكم معنا لمناقشه هذا الموضوع وتطوراته. حتى استاذ ابو بكر،
إذا عدنا وختمنا بالحديث عن موضوع السيولة الآن، إذا في ظل هذه الحالة، المصرف المركزي يخشى التوسع في بيع النقد الأجنبي، وبالتالي يريد ضبط العملية، يقيد الوصول إلى المنظومة، النتيجة عدم توفر دينارات ليبية لتغطية الالتزامات، ونجد أننا وصلنا إلى حالة فيها أزمة سيولة. الآن المصرف المركزي يحذر منها، كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ هو الحقيقة سؤالك مهم جدا، وأزمة السيولة تشكل هاجس كبير للمواطن، وخاصة المواطن الضعيف الذي يقف في طوابير كبيرة جدا في ظروف مناخية صعبة. أعتقد أن هذه الأزمة لها حلول، ولكن المصرف المركزي الحقيقة من خلال السيرة الذاتية لإدارة هذا المصرف، نجد أن هذا المصرف الحقيقة فشلا ذريعا في إدارة. ما هي الحلول أستاذ أبو بكر؟ لا، الحلول احنا بنجول الحلول. الحلول طرحنا احنا على المصرف المركزي منذ اكثر من 6 أو 7 سنوات، طرحنا عليه فكرة جيدة، لان الاموال او العملة الورقية المطروحة في التداول هي الحقيقة موجودة في عند مجموعة قليلة، لا نجد المواطن في جيبه اكثر من 50 دينار في نهاية الشهر، ولكن العملة الموجودة الان موجودة لدى تجار العملة تحديدا. لا اريد ان اوضح ان التجار بيشتغلوا على حالهم، لهم الحق في نتيجة لوجود مخاطر على حياتهم، لا يودعون اموالهم فيه، ولكن الاموال موجودة في عند تجار الذين يتعاملون ويبيعون. الحل احنا عندنا فئات من 5 والـ10 والـ20 والـ50. سمعنا أخيرا أن هناك فئة أو إصدار معين مزور. الحقيقة أنا نقول وأنا عن نفسي حقيقة غير موجودة عملة مزورة، هي عبارة عن شحنة الأخيرة التي اتفق عليها المصرف. هذا واضح أستاذ أبو بكر، الحل لمعالجة أزمة السيولة، الحل هو إلغاء فئة 50 بالكامل، وإعطاء فرصة لأصحاب هذه الأموال لإيداعها في المصرف، وبالتالي تخف نسبة وتعويضها بعملة أخرى بعشرينات أو غيرها وغيرها. هناك أيضا عملة من فئة 5 دينار والـ10 دينار القديمة، وهذه تمثل أكبر كتلة نقدية ورقية في التداول، تتجاوز 15 مليار دينار ليبي. لو تم سحب هذه الفئة تعويضها بعملة جديدة أو فئات جديدة، سوف تنتهي مشكلة السيولة. يعني أستاذ بكر، أنت ترى بأن يتجه المصرف المركزي لإلزام أصحاب المدخرات من العملة الليبية لإيداع مدخراتهم في حسابات مصرفية، وليس الاتجاه إلى سحب هذه العملة الليبية من خلال عرض مزيد من الدولارات؟ لا، هو العملة الليبية ليست للاكتناز يا سيد، والكلام للجميع. العملة الليبية للتداول، تداول يعني قضاء الحاجة، يعني بتشري حاجة تمشي تعطي دينارات وصاحب المحل يذهب بها إلى المصرف. هناك نقطة أحب أن أريد أن أشير إليها وهي مهمة جدا، هناك مادة في القانون الليبي أو قانون الاقتصاد تسمى قانون الرقم أعتقد 1205، هذه المادة لا تسمح لدخول أي سلعة خارج إطار العمليات المصرفية، وهذه تم إلغائها وتم تفعيلها ثم إلغاها ثم تفعيلها. وأخيرا الحقيقة دكتور عطية، أختم معك في عجلة، اسمح لي أستاذ أبو بكر، إذا تم تفعيلها اسمح لي أستاذ أبو بكر. دكتور عطية، ربما سؤال في نصف دقيقة لك وللسيد حسني بي. الاستبدال العملة الليبية المتداولة الآن أو التي تمثل مدخرات، سواء كانت متركزة لدى فئات أو موجودة متداولة على نطاق عام لدى الجميع، هل يمكن أن يكون هذا حل لمعالجة أزمة السيولة، سحب هذه العملة عبر استبدالها بإصدارات جديدة؟ سؤال من لي أنا نعم دكتور، في أقل من دقيقة لو سمحت. سؤال المال لو سمحت.
نعم دكتور عطية، السؤال لك. لا نعم نعم، أنا أقول لك العملة اللي الآن مكدسة عند بعض الناس، طبعا مش كل الناس، بمئات الملايين، هذه اكتناز 100%، هذه اكتناز، لأن هذه العملة منعت من أداء وظيفتها، وظيفتها في التداول، ولذلك هم حاجزينها قاعدة في البيوت أو في أماكن معينة وهي خارج التداول، وبالتالي هذا اكتناز. هؤلاء الناس طبعا ربما عندهم مبرر لهذا الاكتناز، يقول لك أنا ما أقدرش أحطها في المصرف لأن المصرف ممكن يفلس، ولأن المصرف لما تشوف أنت مشكلة لبنان مثلا، الحل دكتور، الحل الأسباب واضحة، فقدان ثقة الناس والتجار في المصارف اليوم، الحل يعني الحل الحل تتفق مع فكرك مع طرح الأستاذ أبو بكر والذهاب إلى استبدال هذه العملة وسحبها من الناس عبر إصدار نسخ جديدة أو إصدارات جديدة من الدينار الليبي، وبالتالي سحبها إرغام من يكتنز اليوم الدينار على أنه يتجه المصرف ويضع ديناراته في حساباته؟ هذا حل أو لا؟ الحل هو على خطوتين، الحل على خطوتين. الخطوة الأولى توحيد المصرف توحيد حقيقي، المصرف المركزي لازم يتوحد حقيقيا، لأن الآن غير موحد، لأن الأرقام اللي موجودة في النشر الاقتصادية على عرض النقود وعلى العملة المصدرة غير صحيح. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تغيير إدارة المصرف، تغيير إدارة المصرف. طيب لازم واضح. تغير إدارة المصرف واضح. واضح. إدارة. الحل بعيد عن أي تعامل مباشر مع العملة الليبية، وإنما بتوحيد المصرف المركزي وتغيير إدارته. سيد حسني بي في نصف دقيقة، وأنا آسف فقط لأننا تجاوزنا وقت الحلقة. الحل خليني نقول لك أن لو كنت أنا نقول لك، لو كنت أنا أول شيء حنديره نلغي الفيت 50 وال20، مش بس 50 بس، ونأمر بأن معاش في أي تعامل بالعملة بمبالغ تتجاوز 10,000 دينار، بل بالعكس أي واحد عنده عملة أكثر من 10,000 دينار تعتبر جريمة، مثل ما هو اليوم في تونس، ومثل ما هو اليوم في أوروبا. اليوم في أوروبا لو عندك أكثر من 1,000 يورو معاك في حوشك أنت مجرم، وفي تونس لو عندك أكثر من 5,000 دينار تونسي أنت مجرم. طيب الجزء الثاني من الحل سيد حسني بي ربما غير لا يتماشى مع الوضع الليبي، لأن تعرف حالة الضعف السلطة القانون اليوم، أنت لا تستطيع إلزام الناس. لكن السؤال، أنا لا أقبل أن نحن مختلفين على العالم. لا، هذا واقع لا يمكن إنكاره سيد حسني. اليوم أنت لا تستطيع أن تلزم الناس بالقانون، لأن سلطة القانون اليوم للأسف غير سلطة القانون عندما تكون في حالة استقرار، وبالتالي خلينا نمشوا للنقطة نقطة. لا لا لا, لا, لا الجزء الأول سيد حسني، الجزء الأول أنك أنت تلغي الإصدارات معينة ربما تبدأ بال50 دينار، إذا لم يتجاوب عامة الناس مع هذه الخطوة اليوم أنت أصدرت قرار بإلغاها، والناس الناس 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 صدقني حتى تعامل، لأن اللي يكنزوا في الخمسينات هم أصلا يا أما كسب غير مشروع، يا أما تهريب، يا أما رشاوي، ماشي. فهذوم دائما المجرم جبان، خذ في بالك المجرم جبان. لا، هي لأن ربما تخشى، ربما سيد حسني تكون الخشية من أن هذه ستمثل رصاصة الرحمة بالنسبة للمنظومة المصرفية الليبية، لأنك أنت اليوم إذا أصدرت قرار بإلغاء إصدار معين من العملة الليبية، ووجدت أن الناس استمرت في التعامل به في الأسواق وعلى في الإطار العام، تقريبا تنتهي المنظومة في هذه الحالة. ربما إذا هذا الوضع أنت في حاجة لحلول منطقية واقعية تكون مقبولة من الناس حتى تجد تعاون عامة الناس في الموضوع. خالد، أولا الإلغاء ما هوش إلغاء العملة، هو إيداع العملة في حسابات، يعني مش معناتها أنك أنت سحبها. سحبها واضح، واضح الموضوع واضح. أنت ستسحبها بأنك أنت تقول هذه بعد تاريخ معين لن تكون مقبولة في التداول. بعد ست شهور. طيب لو وجدت عدم استجابة، عندك 6 شهور وقت، وهذا لازم منا، ما فيش خيار. إذا نحن نبغى نفكروا بالعقل، وإذا نبغى نفكروا بالقلب يبقى سامحونا
وليلة سعيدة وكل عام وانتم طيبين ومحكم مبارك. ربما هذه العبارة أفضل ما نختم به سيد حسني. أوكي. لا خليني أقول لك شيء آخر. تفضل. الشيء الآخر اللي هو دمج الحسابات ما بين المصارف ودمج المنظومتين شرقا وغربا. والشيء اللي هو أصلا موصي بها مصرف ليبيا المركزي ولكن مازال ما تمتش. الشيء الآخر اللي هو تطبيق برنامج مصرف ليبيا المركزي لدفع المرتبات مباشرة لمستحقيه من خلال منظومة مركزية، بحيث أن ما عادش في حاجة اسمها حوافظ وتبقى ويبقوا المدراء اللي من يدير في هذه الحوافظ يسرق فيها. الشيء الرابع والخامس والله اللي هو برضو تنفيذ توصيات مصرف ليبيا المركزي بإدخال على الموزع الوطني للمدفوعات الإلكترونية كل الشركات وكل المقسمات، بحيث أن الدفع في أي جهاز في أي مكان في ليبيا يكون مربوط بجميع البنوك في ليبيا وما هوش مخصص لشركة أو لفئة من خلال ما يسمونه حلقة مقفلة. طيب وقلنا كذلك وجوب التعامل بالصكوك اللي هي توصيات مصرف ليبيا المركزي، نحن قاعدين نقول على توصيات مصرف ليبيا المركزي اللي ما فيش حد بيطبقها. طيب ماشي. طيب واضح تماما، وصلنا لختام هذه الحوارية. أشكر كل ضيوفنا، كان معنا عبر سكايب رجل أعمال حسني بي، شكرا جزيلا، وأيضا كان معنا من بنغازي عبر الأقمار الاصطناعية طبعا من بنغازي الخبير الاقتصادي الدكتور عطية فاتوري، شكرا جزيلا لك، وأيضا من طرابلس الخبير الاقتصادي أبو بكر الطور، شكرا جزيلا لك، وفي الختام شكر موصول للسادة المشاهدين، في أمان الله.